السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاني صديقي من الجزائر، عرفته عبر قناة اليوتيوب، كان واحد من المتابعين ديالنا. قال لي واحد ماراكش دير بزاف لي فيديو يوتيوب، ما نكذبش عليكم حمسني شوية، قلت واقيلا نعاود نبدا ندير لي فيديو بكثرة. وشنو نقول لكم الصراحة، انا نحب كي ندير فيديو نفيد بها الناس، ولا نجيب معلومة نحكي على اكسبيريونس، ما نحبش ندير فيديو غير باش ما نقول حتى حاجة. دونك ماذا بيا كل واحد فيكم يعاونني، كيفاش تقدروا تعاونوني؟ اول حاجه بوزيو لي دي كيسيون في لي كومونتير، امور لكم حابين تعرفوهم في تركيا انا هنا نقدر نبحث لكم. ثانيا تقدروا تمدوا لي رايكم ثاني في لي كومونتير على لي فيديو، قال واحد تقدر تحسن هذه، ماذا بينا نشوفوا هذه الى اخره. وثالثا ماذا بيا لو تبارطاجيو لي فيديو، باسكو رانا نشوفوا بلي انا مدو معلومات قيمه كما المعلومات اللي حنمدوهم اليوم، وشنو ماهمش يوصلوا لعدد كبير من الناس. وباش يقدروا يوصلوا لازم انت وانت تبارطاجيو مع الناس يتعرفوهم. دوكا الموضوع تاع اليوم هو الجنسية التركية، ولا كيفاش نقدر نتحصل على الجنسية التركية مجانا. على بالي بلي كاين بزاف ناس في اليوتيوب دايرين دي فيديو في خصوص هذا الموضوع، وشو انا حنحكي لكم على بعض التجارب تاع ناس نعرفهم، حنحكي على امور زيادة اللي بالك جامي شفتهم في اليوتيوب. دوكا على بالنا كامل بلي باش تتحصل على الجنسية التركية تقدر تحصل عليها بالدراهم، يعني تستثمر في عقار ولا تحضرهم في البنكة ولا تكري مصنع، وشنو هادية حتخص الناس اللي عندهم بزاف دراهم. باغ كونت كاين ناس واحد اخرين يقول لك واحد اسكو كاين طريقة اخرى وين ما نخلص حتى دورو وين ما تجيني باطل 100%. كاين طريقتين ولا كاين عدة طرق، وشنو اليوم حنحكيو على الطريقتين الاساسيتين، واللي هما اولا العمل في تركيا، تجي لهنا باش تخدم. الطريقة الثانية واللي هي الزواج. درك هذه لحد الآن بزاف ناس يعرفوها، ماذا بيا نمد لكم بعض التفاصيل اللي أنا شفت صحابي جازوا عليهم باش نتوما توجدوا لوحديكم. أولا القانون واش يقول؟ أنت لو كان تجي لتركيا وتخدم، بيان سور تخدم قانوني بعقد عمل، تكون مأسوري معناتها تكون مؤمن، ماشي تخدم أونوار. كي تخدم مدة 5 سنوات عندك الحق باش دوموندي الجنسية التركية. الخمس سنوات هذوما لازم يكونوا 5 سنوات غير متقطعه، معناتها انت لو كنت تخدم عامين وبعد تريح عام بعد تعاود تخدم عامين، هاي 5 سنين كلش، بصح راك ريحت عام، هنا راك خدمت غير 4 سنين، دونك تزيد تخدم عام باش يولي عندك الدروا دوموندي خدمه. ومن الافضل يعني باش الدوسي تاعك يكون صافي تحاول كيفاش يكونوا 5 سنوات غير متقطعه كامل، معناتها تقدر تاخذ فاكونس ولا تبدل خدمه من الخدمه وشنو ما تطولش، مي ماشي مليح لازم تخدم عامين بعد تريح عامين بعد تعاود تربروني عامين. دونك لازم يكونوا 5 سنوات غير متقطعه. وشنو واش لاحظنا بلي بزاف ناس خدموا 5 سنوات وشنو بعد ما دفعوا الملفات طولوا بالبزاف باش عطاو لهم الجنسيه. يعني دراسة الملف من طرف الدولة التركية حياخد وقت شوية كبير، من عام حتى لعامين، وممكن يوصل حتى 3 سنين. يعني لو كان دوسي تاعك يكونوا فيه غلطات ولا يكونوا فيه أمور، يعني لا باباراس حتطول في المثال، وما يضربوا لك 6 شهور بعد كي تريتيو الملف يلقاو بلي خصت ورقة، انت ديك الورقة كتجيبها لهم تزيد تسنى 6 شهور واحد اخرين وهي رايحة، دونك حتطول. دونك علاش انا راني نحكي لكم على هذا الشيء؟ بالنسبة لواحد اللي هو عايش في تركيا هذه ماهيش حاجة اللي حتجينيه بزاف، وإنما ذكر أو خدام ما تراه مؤمن هو واحد تركي كيف كيف. الفرق بينه وبين مواطن تركي سيك ما عندوش الباسبور، معناتها ما يقدرش يروح للدول اللي يروح لهم تركي بالباسبور التركي مثلا الجابون ولا، بصح يقدر يدوموندي فيزا فيكو هنا راه في تركيا يخدم، وهنا يمدوها له بكل سهولة ويمدوها له أسهل من اللي يمدوها لتركي، ما على باليش علاش، مي سي كوم سا. حاجة واحدة أخرى بالنسبة للصحة والدراسة تاع ولاده ولا كيف كيف، دونك ما تهموش، يقول لك أنا عطوها لي بعد 3 سنين بعد عامين ما تهمنيش. باغ كونتخ يقدر واحد كيفاش يخمم، يقول لك أنا نروح لتركيا نخدم 5 سنوات بعد نرفد الجنسية التركية ونروح لبلاصة واحدة أخرى. هاد السيد اللي تقدر ما تساعدوش، باسكو علاش يلقى روحو باللي أوليو ما يجوز 5 سنين تلقاه هنا ضارب 7 سنين 8 سنين، يعني راهو يطول باش يلحق لوبجيكتيف ديالو. دونك بالك من الممكن يحاول كيفاش يروح بلاد واحدة أخرى، بالك كيما كندا ولا بلاد واحدة أخرى وين حيعطيوها له بسرعة. هذه بالنسبة للعمل. دوكا بالنسبة للزواج، الزواج على حسب ما قالوا لي كان 3 سنوات ردوها 5 سنوات، المعلومة مازال ماهيش عندي بالضبط، مي المهم هي 3 سنوات هي 5 سنوات، تقدروا ديروا ابحاث في الانترنت، صراحة انا ما بحثتش في الانترنت. مي الاهم من هذا الشيء سيك مور ما يجوزوا المدة هذيك تاع 3 سنوات ولا 5 سنوات اللي يولي عندك لو دروا باش دوموندي انت الجنسية التركية، نهار تروح دوموندي انت هذيك الجنسية كيف كيف حتطول الامور.
وهنا انسى سكو نابيل مارياج بلون، معناتها دير في بالك بلي في تركيا بخاسك مستحيل انه تلعب على. علاش؟ باسكو انت نهار تروح تدفع الملف ديالك عام من بعد، يعني في مده عام يقدروا يجيبوك على 6 شهور، يقدروا يجيبوك على عام، يجيو لابوليس للدار يسقسيوك انت، يسقسيو مرتك، يسقسيو الجيران، باش يتاكدوا 100% اسكو انت ومرتك راكم عايشين كيف كيف ولا لا، لا يشوفوا من بروسا دون ديالك ولا راهي في الدار امور يعني ما تامنش. دونك يعني انت لازم يكون 100% زواج صحيح، سينو مستحيل تتحصل على الجنسيه التركيه عبر الزواج. هذه الاولى. ثانيا كما قلت لكم الرحله تطول. دونك انت لو كان في المثال تتزوج مع بنادم تكون عندك نيه سيئه، تقول انا نريح مع 3 سنين نرفض كوارتي ومن بعد نحبس هذيك العلاقه، كيف كيف في تركيا ما حاش تصلح. دونك يقدر مور ما تجوز ليك المده تاع 3 سنوات تقدر تريح عامين ولا 3 سنين باش ثاني يمدوا لك الجنسيه التركيه. هما شغل يطولوا لك الحبال، يقول لك يا اخي انت راك متزوج وراك عايش هنا وراك لاباس عليك، دونك حيتريتيو الدوسي هذاك بعقلهم. وشنو على حسب ما قالوا لي، نهار يجيو لابوليس للدار ويكونفيرميو باللي سي بون انت راك متزوج وكل شهر مريقل، ماكسيموم 3 شهور 4 شهور ترفد الجنسيه تاعك مور الكونترول. يعني اهم مرحله هي مرحله لا فيزيت تاع الشرطه اللي يجيو للدار يشوفوا اسكو صح راكم عايشين مع بعض ولا لا لا. فوالا دونك كان الموضوع تاع الفيديو تاع اليوم هكذا، باش انت ولا راك معول دير الجنسيه عبر العمل ولا عبر الزواج تقرا لها حسابها مليح. سينو انا نقول لكم باللي الجنسيه التركيه فيها دي زافونتاج بزاف كي تكون عايش في البلاد هذه ولا مام خارج تركيا، نقدروا نحكيوا عليهم في فيديو قادم. بارك الله فيكم، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو تاع اليوم وتعطيونا رايكم في لي كومونتير، ونتلاقاو في فيديو جديد عن قريب. سلام.